مما شدني كذلك من أعمالها رحمها الله رحمة واسعة أنها كانت محبة للجميع، وكانت تعتذر كثيرا لأولئك الذين التقت بهم لئلا تكون قد أخطأت في شيء عليهم، فكانت كثيرا ما تعتذر: أنا كنت ثقلت عليكم، سامحوني. وأعلم أن كثيرا من الكثير منا ربما يتأفف إذا كرر له الإنسان هذا الكلام، بعضنا يتأفف ويقول: يا أخي هلكنا، زين ما أبوي مسامحينك. لكن عندما تنبع هذه الكلمات من القلب فإنها تصل إلى القلب. فكانت كثيرا ما تعتذر أن لا تكون قد أخطأت في حق أحد. ومن حبها للجميع قالت كلمات عجيبة، قالت: لو كان الأمر بيدي لكنت أنا وأهلي ومن عرفهم دخلنا الجنة. من حبها للجميع تتمنى أن الجميع يكونوا في الجنة هناك. وهناك عمل عجيب في كل الشخصيات التي تحدثت عنها، لم أجد هذا العمل عجيب. من منا يهتم أن يجمع علب المعدنية أو الكراتين المرمية؟ ولأي غرض؟ ربما نرى ذلك العمل كثيرا يتكرر عند الوافدين، يريدون أن يترزقوا ولو بشيء يسير. فكانت نصراء رحمها الله رحمة واسعة تجمع هذه العلب لأجل أن تعطيها لوافد من الوافدين كي يترزق من ورائها. الله أكبر. نقدر نحن نسوي كذاك؟ نفكر بوافد ونسير مثلا بيت من البيوت، مثلا شيء علب معدنية فاضية نأخذها ونطلع، الناس إيش تتفكر فينا؟ ولكن عندما يطغى حب عمل الخير على القيل والقال، لا يهتم الإنسان بما يقال وبما يظن به، ما زال إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة عرفت بالبشاشة، وعرفت كذلك بأنها كانت تستغل وقتها في ذكر القصص النافعة لقريناتها وجاراتها ومن يزورها، حتى يستغلوا الوقت فيما ينفعهم في الدار الآخرة.